أهلا فيكم. برج الجوزاء في قناتي، رح نشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني ممكن طاقة القراءة تنطبق عليك فترة أطول من هيك، يعني ممكن أسبوعين شهر، بيختلف من شخص إلى آخر. فالقراءة رح تكون عاطفية وأيضا رح تكون عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في بالفيديو رسالة معينة أو إشي معين ينطبق عليك أو ممكن تستفيد منه. فأنت خذ الإيجابي من القراءة واترك الأشياء اللي بتحسها سلبية أو ما بتنطبق عليك. راح نبلش بطاقتك أول، بعدين راح نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك، وراح نشوف شو خطواتك في المستقبل وشو خطوات الحبيب في المستقبل ومصير العلاقة أيضا بينكم في المستقبل، أو شو هي التطورات اللي راح تصير بينكم. رح نبلش أول بطاقتك أنت يا برج الجوزاء. مبين برج الجوزاء بهالفترة عم شوفك عم تحاول تتشافى من جرح معين أو من شخص معين. حسيت ممكن من هالشخص، حسيت ممكن بأنه رفضك. How teachable are you؟ طيب، ممكن البعض منكم عم تستنى خبر أو عم تستنى رد من شخص معين، أو عم تستنى حتى بداية جديدة من شخص معين، ولكن ما تحققت ممكن. أو أنت كنت في وضع إيجابي، أو كان تفكيرك تجاه الوضع بينك وبين الحبيب تفكير أغلبه إيجابي، وكنت تتوقع إنه الوضع بينكم يتحسن أو يتطور أسرع من هيك، ولكن عم شوف في عندك خيبة أمل عاطفية. أنت عم تحس بخيبة أمل عاطفية، عم تستنى خبر من شخص معين، ولكن إذا في عندك أي عروض حب عم شوفك عم ترفض عروض الحب هاي، أو مش عم تعطيها أي اهتمام. برغم إنك عاطفي في هالفترة وعم شوفك ممكن عم تقضي وقت طويل عم تفكر بشخص معين، في شخص معين ببالك عم تفكر فيه كتير أو عم تحلم فيه كتير، أو دائما في مخيلتك هالشخص، وعم شوف إنه ممكن تكون أيضا رافض أي بداية عاطفية جديدة مع أشخاص أخرى، وعم تركز أكتر بهالفترة على شفائك الذاتي أو على كيف إنك تستشفي. فعم تركز حاليا كيف تستشفي، وأيضا عم شوف البعض منكم عم ينتظر خبر أو رسالة من شخص معين، وإذا في عندك أي عروض حب أيضا البعض منكم رافض عروض الحب هاي ورافض أي بدايات جديدة. عم شوفك يعني منطوي على حالك أو منغلق على حالك عاطفيا بهالفترة. طيب بدنا نشوف طاقة الحبيب أو طاقة الشريك حاليا، شو هي طاقته؟ حبيبك أو شريكك هون عم يحس إنه في أسرار بالعلاقة، أو عم يحس إنه في أشياء مخباية بالعلاقة. ممكن هالشخص عم يحس إنه العلاقة بينكم وصلت إلى مرحلة
صار فيها عدم صدق بالتعبير عن المشاعر، بمعنى إنه هالشخص عم يحس بأشياء ولكن في عنده صعوبة بالتعبير عنها لإلك. في عندكم مشكلة بالتواصل، ومبين إنه هو عم يحاول قدر المستطاع إنه يخلي عنده أمل في العلاقة وبالتواصل اللي بينكم، يعني عم يحاول إنه ينظر للأمور بطريقة إيجابية أكتر، ولكن عم يحس بخسارة عاطفية من نوع ما. ممكن يكون هالشخص سحب حاله عاطفيا عنك أيضا، ممكن تحس إنه هالشخص بهالفترة مغلق عاطفيا قلبه، لأنه عم شوف إنه عنده انسحاب من النوع العاطفي. عم شوف أيضا إنه هو في حكي بده يحكيه، يعني في عنده الأمور اللي بده يحكي فيها معك تتعلق ب الباشن أو شغفه بالعلاقة معك، تتعلق ب اجتهاده بالعلاقة، أو حتى بمجاله العملي. للبعض منكم في هاي بعض المواضيع اللي بده يحكي فيها معك. أيضا بده يحكي معك عن أشياء بتوجعه هذا بالعقل الباطني، ولكن اللي عم بيصير حاليا إنه هو مش عم يحكي، فجميع هالأفكار وجميع هالأشياء عم تصير في مخيلته هو فقط، أو في جوا راسه هو فقط، يعني مش عم يتناقش بهالأمور معك. صار في عندكم، عم شوف إنه عندكم مشكلة بالتواصل هون كبيرة، في انغلاق عاطفي كبير. يعني عم شوف إنه انتوا الاثنين ما في راحة، أو خايفين تعبروا أو تحكوا بصراحة عن شو هي طبيعة مشاعركم، لأنه الأغلبية عم شوف هالشخص أيضا خايف إنه أي إشي ممكن يحكي فيه ممكن يؤدي إلى نزاع أو يؤدي إلى جدال أو يؤدي إلى مشاكل بينكم، فبيختار الصمت هالشخص. طيب بالنسبة إلى الطاقة المشتركة بينكم، أو شو ممكن تكون واحدة من أسباب الخلافات اللي بينكم؟ في أسرار مخباية، في طرف هون هيلينج، في طرف هون مش عم يحكي بأمور عاطفية. أيضا ممكن يكون واحدة من الأسرار اللي مش عم تحكوا فيها مع بعض هون، إنه في طرف منكم، ممكن أنت أو الشخص الآخر، عم يفكر بالرحيل أو عم يفكر بإنه يترك العلاقة، ولكن ما صار في أي قرار نهائي باتخاذ هالقرار، لأنه الشخص عم يفكر، الطرف هون اللي عم يفكر بالرحيل بده يسكر فصل بحياته قديم لحتى يبدأ فصل جديد بحياته، ولكن عم شوف انه هو مش عم يقوم باتخاذ القرار حاليا، لأنه عم يحاول يفكر بالأمور من الناحية الروحانية، أو بيحس انه البعض منكم في طرف اوريدي رحل او بالفعل قد قام بالرحيل، ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير عالية وكتير قوية. فبرغم البعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض، عم شوف انه انتو اتنيناتكم عم تواجهوا صعوبة بانكم تتركوا الشخص التاني وراكم، او تنسوا الشخص الآخر. ففي أسرار
بينكم مش عم ينحكى فيها، بالذات بما يخص المشاعر بينكم والعواطف بينكم. ممكن هالشخص أيضا، أو ممكن الطرف اللي هون اللي عم يخبي مشاعره تجاه الطرف الآخر أو الشخص الآخر، يكون ما بده يحكي بمشاعره لأنه عم يبحث عن الشفاء، يعني عم يجي على حاله من أجل أنه بده يتعافى وبده يتشافى، فعم يخلي الأمور تيجي مثل ما هي، عم يحط ثقته، يعني عم يحط ثقته بالله، وعم يستنى للأمور لحتى تتحسن. طيب نشوف خطواتك بالمستقبل. برج الجوزاء، عم شوف في عندك بالمستقبل ترانسفورميشن، تغيرات رح تصير هون. تغيرات ممكن تكون بشخصيتك أو بطبيعة العلاقة بينك وبين الشخص. عم شوفك عم تاخذ اختيارات ممكن انت تكون بالماضي كنت خايف منها، او كنت خايف انك تتخذها. يعني عم شوف البعض منكم بالمستقبل اول اشي التغيرات اللي رح تمر فيها رح تطالب انت بنوع من الجاستس، او ممكن بالمستقبل رح تاخذ قرار انت بتشوف انه هو الانسب لإلك ولإله ولعلاقتكم بشكل عام، وقرار عم شوفك انت كنت خايف بالماضي من انك تختاره او خايف من انك تمشي فيه. للبعض منكم ممكن تختار طريقك المادي بدل طريقك العاطفي. التغيرات اللي ممكن تصير، لانه اغلب الاوراق ارضية هون، فبشوف انه البعض منكم ممكن علاقتك مع هالشخص تكون أثرت على وضعك المادي، والبعض منكم في المستقبل عم شوفك عم تفضل إنك تختار الوضع المادي عن هالشخص وعن هالعلاقة، لأنه بتحس إنه حاليا أو في المستقبل الإشي الوحيد اللي ممكن يقدم لك الاستقرار اللي عم تبحث عنه هو عملك أو شغلك، تطويرك لذاتك. فعم شوف إنه Death Card هي بتحكي عن تغيرات وولادة من جديد، فرح تحس إنك انولدت من جديد، ولكن التغيرات مش رح تكون بسيطة. يعني هالإمرأة أو هالشخص التغيرات اللي بيمر فيها بتكون عادة صعبة كتير، ولكن هي هي التغيرات اللي بتقوي الشخص من الداخل. فعم شوف انه بسبب انه التغيرات عندك بالمستقبل رح تكون صعبة، او رح تنحط بموقف انك رح تضطر تختار اختيارات صعبة كتير، ولكن هاي الاشي اللي رح تبني الكورج عندك، او رح تبني الشجاعة عندك لحتى تختار اشياء أو توقف في موقف أنت كنت خايف منه بالماضي. عم شوف يعني في لأصحاب مواليد برج الجوزاء بالمستقبل ثقتك بنفسك وثقتك باختياراتك، ثقتك حتى بحدسك بنفسك رح تقوى أكثر. بدنا نشوف خطوات الحبيب في المستقبل أو الشريك. عم شوف هالشخص بالمستقبل كتير، أو خطواته بالمستقبل، مشاعره بالمستقبل كتير عاطفية تجاهك. هالشخص عم يمر بتقلبات، أو رح يمر بتقلبات مزاجية كتير عالية، ممكن تحس إنه هالشخص حامي بارد معك، مرات بده يرتبط معك وبده اشي جدي، وعم يبين لك انه هو بده اشي جدي، ومرات بتحس انه عصبي وانه ما بده يكمل بالعلاقة، او عم يحاول يطلع غضبه او يطلع زعله عليك انت، او عم تحس هيك.
إذا أنتوا عم تتواصلوا مع هالشخص بالسوشيال ميديا أو في بينكم، يعني في بينك طريقة بتشوف أخبار هالشخص على الإنترنت، ممكن أيضا هالشخص يكون عم يكتب رسائل معينة بالإنترنت موجهة لإلك، مش بالضرورة تكون مباشرة لإلك، ولكن أنت بتعرف إنه الإشي اللي بيحكي عنها موجهة لإلك. فممكن هالشخص عم شوفه متهور شوي، الشخص اللي عم تتعامل معه ومتقلب، لأنه حساس كتير أو بيحس كتير، ومرات ما في عنده فلتر أو ما في عنده تصفية للحكي قبل ما بيحكيه. يعني مرات بتحس إنه كتير بده يرتبط معك أو حكي رومانسي، ومرات أخرى بتحس إنه حكيه كتير قاسي وكتير صارم. فهالشخص بالمستقبل ملخبط عاطفيا، فبيمر بتغيرات وتقلبات مزاجية كتير عالية، ولكن سبب التقلبات هاي إنه هو مجروح، مجروح منك، مجروح من هالعلاقة، في إشي صار بينكم. هالشخص بيحس إنه مجروح وبده يجي يحكي معك، ولكن بيمنع حاله من إنه يحكي معك، فبيضطر إنه يطلع الأشياء اللي مش قادر يحكي فيها معك عن طريق ممكن السوشيال ميديا أو عن طريق أي وسيلة تعبير أخرى هالشخص ممكن يعبر فيها، لأنه مش عم يقدر يحكي معك أو يوصل لك هالمعلومة، فعم يحاول إنه يوصل لك هالفكرة بطريقة غير مباشرة، ولكن بطريقة بيعرف إنه أنت رح يوصل لك الخبر. طيب بالنسبة لطاقتكم في المستقبل اثنيناتكم، شو ممكن يصير بينكم في المستقبل؟ عم شوف في شغف كتير عالي بينكم بالمستقبل. الطاقة الجسدية أيضا بينكم كتير عالية، في شعلة بينكم رح تضوي مرة أخرى. في King of Wands، Knave of Wands. من الناحية العاطفية عم شوف إنه في عندك موقف رح يصير مع هالشخص رح يأمن لكم الرضا العاطفي. أيضا شوف للبعض منكم في المستقبل رح تنحط رح تنحط بموقف، أو رح تنحط أمام عدة أشخاص أو عدة اختيارات عاطفية، رح تحاول إنك تفلتر بينها، ولكن عم شوف إنه من بين جميع الاختيارات اللي أنت محوط فيها أو حتى حبيبك وشريكك محوط فيها، إلى إنه بيضل هو، وبتضل أنت الشخص اللي بيفضل إنه يكون معه أو بده يكون معه، لأنه التواصل اللي بينكم عم شوف من وجهة نظر الحبيب تواصل ما صار مع أي حدا من قبل، التواصل العاطفي وكيف بتفهموا بعض على المدى الروحاني بالذات. ممكن في بينكم مشاكل بالتواصل وبالتعبير هون بالتواصل، ولكن على المجال الروحاني والعاطفي عم شوف انه هالشخص بيحس انه ما في اي حدا عرفه من قبل في عنده نفس التواصل هاد او نفس كمية الباشن، كمية الشغف اللي بينكم. عم شوف ايضا انتوا كتير منجذبين لبعض سيكشولي، او يعني جسديا انتوا كتير منجذبين لبعض جسديا، فهالشخص معجب فيك من الناحية الروحانية، معجب فيك من الناحية العاطفية. فقط المشكلة بينك وبينه إنه التواصل بينكم صعب، أو ممكن في بينكم كتير حساسية بالتواصل. طيب بدنا نشوف كروت النصيحة كيف ممكن تستفيد من الوضع. نعم.
بدك بالمستقبل مع هالشخص، عم شوف انه انت وهو عم تمروا ب رحلة الى انك ترتقي بروحانيتك انت وهالشخص، لانه عم شوف انه انتوا عم تساعدوا بعض. ممكن المشاكل اللي بينكم عم تصير بسبب انه انت عم تطلع الجانب المظلم بهالشخص، وهو عم يطلع الجانب المظلم بشخصيتك من اجل انه يصير في شفاء. لانه في عندك المفروض تركز عليه بالفترة القادمة، انه من الناحية الروحانية تحاول انك تحوط حالك باشخاص او مبادئ او قيم، او حتى تقبل مساعدة من الاشخاص اخرى حواليك اللي ممكن تساعدك، او ممكن تعطيك فكرة جديدة او منظور مختلف لعلاقتك مع هالشخص، حتى لو كانت مش بخصوص العلاقة. ولكن إذا حوطت حالك بأشخاص عقليتهم متفتحة أكثر، أو أشخاص أكبر منك حتى بالسن، في عندهم نضج عاطفي، راح تساعدك. لأنه في عندك بالمستقبل في راح ينحطوا أشخاص حواليك، أو راح تنحط اختيارات أمامك ممكن راح تساعدك من هالناحية كتير. إذا أنت اشتغلت على حالك روحانياً، أنت مثل المراية رح تعكس على الشخص الآخر. بما أنه الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية، طاقتك بتوصل للشخص الآخر مثل ما هو طاقته بتوصل إليك. إذا أنت عم تحس أنك متضايق، مرات بيكون هالطاقة الشخص الآخر عم توصل لك. فإذا أنت بدك تساعد هالشخص، لأنه مبين أنه أنتوا الاثنين بالفعل تحتاجوا إلى شفاء، والشخص بيحتاج إلى طاقة إيجابية بحياته حاليا. فإذا أنت ركزت على حالك وارتقيت بطاقتك أكثر، تخليها إيجابية، رح توصل له بالمقابل، رح توصل له. ومرات رح تضطر إنك يعني بالمستقبل يكون في عندك صبر، لأنه هالأمور بتاخذ وقت، ما بتنحل بيوم يعني ليلة وضحاها أو بيوم وليلة. فقط بدك تحتاج صبر مع هالشخص، وأيضا تشتغل على حالك، لأنه أنت رح تعطيه نفس هالطاقة اللي رح تخليه يشتغل على حاله هو كمان. أوكي حبايبي برج الجوزاء، أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.